قال نبي القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد المؤمن يوم القيامة. هيا بنا لتتجلى علينا رحمة الرحمن ونستمع بالآذان متفكرين بالأذهان متعايشين بالوجدان مع آيات الرحيم الرحمن عسى أن نحظى بفسيح الجنان. قارئنا بيت الكرم والجودة بالإذاعة المصرية المحمودة شيخنا محمد أحمد السيد حميدة بواجباته وآدابه المعودة يتقبل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات سائلين ربنا تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته وأن يبلغ ثواب القراءة ونور تلاوتها إلى روح سيدنا رسول الله وإلى الأم المتوفاة وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. شيخنا الإذاعي الكبير الشيخ محمد أحمد السيد حميدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم
قالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت قال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم.
وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وتولى وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو. لا
يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله. من خواتيم سورة الزمر وقارئ وجهه كالقمر ومعان كالدرر. ثم انتقل شيخنا الى سورة غافر فكان الاداء بقلب شاكر ولسان ذاكر وليلة رمضانية نورها ظاهر وليلة تكريم لزوجة رجل طاهر. تلا علينا قارئنا الماهر فضيلة الشيخ محمد احمد السيد حميدة بيت الكرم بيت الجود بيت الواجد بيت الجود صاحب الاخلاق والادب المعهود. شاكرين الى فضيلته وهو من اعلام اذاعه المصريه والمقيم بمدينه منيا القمح الشرقيه. من هنا من ساحه ال زهران في الليله الثالثه من شهر رمضان وزوجه الرجل الكريم الحاج احمد زهران وام الرجال الشجعان استاذ حسين احمد زهران والاستاذ خليل احمد زهران والاستاذ السيد احمد زهران والاستاذ نجاح زهران ومشاركين صاحب النسب والصير بالاسره ال زهران
شيخنا المؤدب والمحترم محمد دربان ومشاركين السيد العمدة الحاج سوفي ابو سلامة والحاج عاشور ابو حاتم، شاكرين للهندسة الإذاعية بدر أبو بدير ومصورنا ناصر صلاح صاحب التصوير المنير، وشاكرين لمقدمة ضيافة أولاد أبو ستة والشيخ حمادة الشرقاوي، شاكرا لكل من شرف الأسرة الكريمة من أصحاب الفراشات والإنارات، وأخص بالذكر أخي الحبيب حق صابر أبو أمين حاج محمد أبو سماحة صاحب مصانع الكراسي الصحافة، والحاج عبد الصادق البجري سيدنا الشيخ فوزي الشيخ محمود شكري والحاج أحمد البغدادي. أيها السادة،